بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة المشاهدون أيتها الأخوات المشاهدات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات مجالس الطيبين مع تاريخ التشريع، ومع إمام جديد هو إمام مصري تفخر به مصر، هو قاضي القضاء شهاب الدين ابن حجر العسقلاني، شارح البخاري في كتابه الماتع فتح الباري في شرح صحيح البخاري. ولد رحمه الله تعالى سنة 773 من الهجرة، ومات في سنة 852 من الهجرة، ودفن بعد الليث بن سعد، يعني في المكان الذي دفن فيه الليث بن سعد في الأمام هكذا بالقرب من الإمام الفارسي، وقبره معروف يزار إلى الآن لكنه مهدم. وأنا من مكاني هذا وفي هذا الشهر الكريم أدعو هيئة الآثار لأن تهتم بهذا الضريح المبارك. لو عرفنا قيمة ابن حجر العسقلاني لبنينا له شيئا يليق بمقامه من اللؤلؤ والمرجان، وكان يسمى بعالم الفرق أو مفتي الفرق، وكان قاضي القضاء، وكان الحقيقة كان شخصا لم نرى مثله عبر التاريخ، فكان يجب علينا أن نهتم به أكثر من هذا. أصل ابن حجر العسقلاني من عسقلان بفلسطين، لكن كان مولده وكانت وفاته بالقاهرة، وولد في 22 من شعبان سنة 773. كان والده عالما أديبا وكان ثريا غنيا، وأراد لابنه أن ينشأ نشأة علمية أدبية، إلا أنه توفي ولم يزل أحمد العسقلاني صاحب الترجمة طفلا، فكفله أحد أقارب والده، وكان يسمى زكي الدين الخروبي، وكان كبير تجار مصر، أدخله الكتاب، فظهر نبوغه المبكر وأتم حفظ القرآن وهو ابن 12 سنة، ووصف بأنه كان لا يقرأ شيئا إلا انطبع في ذهنه، هذه يسمونها الذاكرة الفوتوغرافية، كأنه كل شيء فيه. وهذا لا يمكن أن يكون قد ألف هذه المؤلفات بهذه الكيفية وهذا التتبع إلا أن يكون صاحب ذاكرة فوتوغرافية تذكرنا بالإمام الذهبي مثلا، وهو يقول لو أن الرواه على تلة وأنا على تلة لناديتهم بأسمائهم وأسماء آبائهم وأمهاتهم ودرجاتهم ومن روى عنهم ومن رووا عنه. ما هذه الذاكرة العجيبة الغريبة في هذا البحر المتلاطم من الأسانيد؟ كان ابن حجر العسقلاني يفوق كل هؤلاء في إدراكاته، وهذا لا يتأتى إلا بفضل من الله، وإلا بنور من الله قد ألقاه في قلبه، وإلا قيامه بالعلم في كل عصر. ابن حجر كان أديبا أيضا وكان شاعرا، وحبب الله إليه طلب الحديث، سمع بالقاهرة الإمام سراج الدين عمر البلقيني، وسمع الحافظ ابن الملقن والحافظ العراقي، وكان يعني ملازما للحافظ العراقي حتى إنه قدمه على ابنه أبي زرعة، أخذ عنهم الفقه، وأخذ من الشيخ برهان الدين إبراهيم الإبناسي ونور الدين الهيثمي والشيخ تقي الدين، يعني تقي الدين الدجوي، وكان الحقيقة
واسع الاطلاع. أخذ أيضا حتى من الفيروز أبادي صاحب القاموس المحيط والقابوس الوسيط، كان شيئا كبيرا. رحل إلى غزة وإلى الخليل وإلى بيت المقدس وإلى دمشق وإلى اليمن وإلى مكة، وصار اسمه حافظ الإسلام علامة الزمان، وأصبح معروفا في العالم كله إلى يومنا هذا. حتى إنهم قالوا للإمام الشوكاني: ألا تشرح لنا البخاري؟ قال: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. كيف أشرح البخاري بعد ابن حجر العسقلاني الذي شرحه في فتح الباري؟ لا هجرة بعد الفتح هذا حديث، لكن هو استعملها هنا في مقام فتح الباري، شرح صحيح البخاري. بعد ابن حجر ما شرح البخاري في فتح الباري لا نحتاج إطلاقا إلى أي نوع من أنواع الشرح بعد ذلك. قال الإمام السيوطي، الإمام السيوطي هو تلميذ السخاوي، والسخاوي تلميذ ابن حجر. الإمام السيوطي أبوه وهو صغير عنده 4 سنين 3 سنين حمله إلى مجلس ابن حجر فأجازه ودعا له. والإمام السيوطي ده إمام كبير واسع الاطلاع، لكنه ولد سنة 848، كان ابن حجر فاضل له 4 سنين، فأبوه هو السيوطي عنده 3 سنوات كده، خده علشان ابن حجر يدعي له، فدعا له وأجاز له. طبعا الإجازة هنا تبركا يعني. قال السيوطي: إمام فن الحديث ومقدم عساكر المحدثين وعمدة الوجود في التصحيح وأعظم الشهود والحكام في باب التعديل والتجريح هو الإمام ابن حجر العسقلاني. وكان العكبري يقول: انتهى إلى ابن حجر العسقلاني معرفة الرجال واستحضارهم، ومعرفة العالي والنازل وعلل الأحاديث وغير ذلك، وصار هو المعول عليه في هذا الشأن في سائر الأقطار. تولى مشيخة خانقاه بتاع بيبرس الجاشنكير. الخانقاه بتاع بيبرس الجاشنكير موجودة إلى اليوم، لما تمشي جنب سيدنا الحسين وتخلي سيدنا الحسين على يمينك وتروح لغاية حمام الجمالية تلاقي الظاهر جاشنكير أو البيبرس الجاشنكير هناك على إيدك اليمين. الآثار يعني اهتمت بهذا الجامع وجددته ورممته وكذا إلى آخره، وهو مدفون فيه الآن، لأن الظاهر جاشنكير لم يدفن في هذا المسجد وإن كان فيه قبر، لكن دفن فيه سيدنا الشيخ محمد أمين البغدادي النقشبندي. والخانقة في الداخل لما تدخل جوه المسجد تلاقي فيه خلاوي كانت الطلبة والعباد بيقعدوا فيها. الشيخ ابن حجر كان شيخ هذه المدرسة، وذلك في دولة الملك المؤيد شيخ. المؤيد شيخ بنى مسجد تاني بقى في جنب باب زويلة كده اسمه مسجد المؤيد شيخ، وصار من أعيان العلماء، أقرأ ودرس وألف وهكذا. استمر في المنصب إلى أن عزل قاضي القضاء شمس الدين الهروي، ثم أعيد إلى القضاء عوضا عن الهروي هذا أيضا، فتولى منصب قاضي قضاة البلاد. كان من طرائف هذا هو قاضي القضاء وهو شافعي، لما واحد يشتم سيدنا النبي من المسلمين، واحد كده أهو اتخبط في عقله وشتم سيدنا النبي، فالإمام الشافعي بيقول وبعدين قالوا تاب، قال أنا كنت غلطان وأنا تبت إلى الله وسامحوني وكذا إلى آخره. فالإمام الشافعي يقبل توبته ويبقى معلهش حاجة. الإمام مالك يقول له: طيب انت تبت الى الله، بس احنا لينا حق معاك، حق زي حق المجتمع، انت ارتكبت جريمة تستحق الاعدام. كان سيدنا ابن حجر العسقلاني من شدة حبه في النبي
لما تأتي له قضية مثل هذه أن أحد الأسافل سب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو إنه هو حكم فيها هيطلعه براءة لأنه الرجل تاب، ويحولها إلى القاضي المالكي. بعض الناس يقول لك طب وليه الشدة دي؟ لأنه بيحب النبي قوي، وهذا تجرؤ على سيدنا رسول الله يجب حسم مادته. ولذلك محدش بيشتم النبي أبدا، ده واحد تلقاه بس هو كده عبرة لمن لم يعتبر. ولذلك كان يحول أوراقه إلى القاضي المالكي من أجل أن يقيم عليه الحد حتى يكون هذا سيف الشرع الشريف دارئا لهذه الجريمة الفظيعة، وهي سب النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا إنه شرح البخاري، فتح الباري، كتاب حلو وماتح، عارفين ألفه في قد إيه؟ في 20 سنة. ولما أتم تأليفه يعني صنع حفلة كبيرة ودعا إليها ناس كثيرة جدا. وهذه الحفلة يعني أنفق فيها أموال كبيرة جدا، ألف من الكتب نحو يمكن يصل إلى 200 كتاب، حاجات مهمة، الإصابة في تمييز الصحابة في 5 مجلدات، الدرر الكامنة في أعيان 100، فوائد الاحتفال في باني أحوال الرجال، تهذيب التهذيب، كتب 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 كثيرة جدا، ويعني ومتنوعة. الكافي الشاف في تحرير أحاديث الكشاف، الإعلام بمن ولي مصر في الإسلام، القصد الأحمد في من كنيته أبو الفضل واسمه أحمد علشان هو كان أبو الفضل أحمد، وهكذا إلى أن انتقل إلى رحمة الله تعالى في 852. أكرر نداء إلى الآثار أن تهتم بمقبرة الإمام أحمد ابن حجر الهيتمي فتعيد بناءها، لأنه علامة من علامات مصر. مشى في الجنازة جنازته 50,000 إنسان، وكان لموته وقع عظيم على المسلمين حتى على أهل الذمة، ورثاه الشعراء بمراثي كثيرة. إلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.